لو الحكاية فيها إن فيتو. الحمد لله إحنا رضينا تتهدي تتهدي، بس إن عيالنا تموت ده مرضيش ربنا. حفار يبقى شغال، في عيال الحمارة تقع عليها بتاع تلات أدوار، حفارات تجري والحاجة تجري، بنصوت وبنيجي عايزين نلحق حد يلحقه، يروحوا ضاربين الكلام ده مش الجيش وخرطوش الداخلية. الداخلية واحد يقول اللي فيه الداخلية ضربت قنابل والله العظيم وصل لحد بيت جوه. ايوه كلام الناس اللي طلعنا رجليه، طلعنا جسم وطلعنا دماغ، احنا اللي مطلعين العيب، مطلعين رجلي الاثنين، رجلي الواحده طلعنا رجلينا، وعمالين نقول يا جدعان تعالوا الحقوا تعالوا الحقوا، واقفين مجهزين نفسهم كاننا فراخ، ونزلونا المدرعه مش ازاله، اباده، تغور الارض تغور المباني، بس حرام عيل عيل ضفر عيل يروح، حرام. احنا طلعنا رجل وبعد كده رجل وبعد كده طلعنا جسم وبعد كده دماغ، احنا مش في اسرائيل. بص كده لو بصيت هنا على العماير اللي كلها معموله، لو جيت النهارده صورت هتلاقي شقق كانت ناس ساكنه، مفيش ادميه للناس، بيرموا العفش في الشوارع، بيرموا العفش في الشوارع، العفش بيرموا الناس في الشوارع والله العظيم، وشهاده هتحاسب عليها، العفش كان بيترمي في الشوارع، مفيش ادميه للناس، تغور الارض، ربنا موجود، احنا اتظلمنا وربنا هيجيب لنا حقنا، لان مفيش حد بيجيب لنا حقنا. احنا معلش في الكلمه الاعلام معتم على اللي بيحصل هنا، احنا فعلا شويه فراخ، احنا شويه فراخ هنا، ومرات محلب هي اللي عامله الموضوع، واللي شايف على ضمير واللي انت شايفه بضميرك اعمله، اللي انت شايفه اعمله، مش هقول لك اكتر من كده. حقهم من زمانهم فيهم النفس. لا اله الا الله، عارف ليه؟ لا ممكن بتاع معرش عليهم ليه؟ لا يا اخي ممكن ثلاث ايام واحد والامر وقعت عليه وعايش صح وعايش اهو فعلا. ايوه صح ابحر وانت تاني، ادي لهم صوت كده ثاني حاج، المفروض كل واحد يمشي كده يدي صوت ويسكت يسمع يشوف يسمع. هم بس مش عايز ثلاثه، طلعوا اثنين يبقى فاضل واحد، واحد بس اللي فيهم. طب ماشي، في واحد تاني كان رجليه مقطوعه و رجلي بس طلعت رجلي بس، ما هو ده اللي طلعت رجله وده كان شايلينه حاطينه. شوف الكلام ده يا جماعه، ما نشوف يا عم ربنا هو ما حدش عارف يا جدعان، هو كل واحد لما يلم عياله بالليل يدور عليه يلاقيه، ما حد عارف كده مين، مش حد عارف حاجه. هم جوه دي خشبه دي، قول تاني كده يمكن تسمع حد، قول تاني كده يا حاج. لا حول ولا قوه، ثانيه يا جدعان ما حدش يعمل صوت. ايوه راح زبرش مناسبه نادي نادي زي ده كل حاجه في الفيديو بقى الفلودر يا ولاد ده الحرام كده، هو ولا جابوا ولا عملوا في حد جوه، احنا معاكم في حد جوه عشان حته العاده توصل كلها، عشان حته العاده حاجه تحت، لازم ده كله يشتغل. والله احنا قلنا نشقها كده ونقطع الحديد بالمقصات ونرفعها كده كلنا، ما يجي 100 واحد واقف. يلا طيب ولا ايه ده، ولا ايه ده، اتعدى خير اتعدى حرام كده، اتعدى بس انا ساعتين بالحديد بروح نتكلم الحق اللي واللي اللي واللي عليه، اما له حرام، اما له حرام. احنا قاعدين هنا من 2001 واخده الحته الارض دي، مدخله ميه ومدخله نور، وفجاه ما دريتش اللي هم داخلين علينا، حتى ما علنناش، حتى ما قالولناش اطلعوا من البيوت. معايا ثلاث شباب، كل عيل منهم معاه خمس اولاد، راقدين ملقحين هنا اهو ورايا، وعزالهم ورايا اهو، ومش لاقيه مطر هروح فيه. والله يا ابني ما ليا من الاقي مات واروح فيها بعيالي، اعمل ايه؟ هو ده الجيش، هو ده الحكومه، هو ده العدل بتاعهم؟ عدلهم انهم يلقحونا كده في الشارع وياخدوا هدومنا اللي احنا لابسينها ومتغطيين بقى باعراضنا، يلقحونا بره؟ عدل من ده؟ على فكره في ناس ده صورت كتير وما عملوش حاجه. لا يزيون تضحوا، وبعدين احنا دلوقتي يعني حرام تصور تبع الجيش، حرام ان ما احنا نقعد ونخليها ارضهم يا عم، احنا ما تمنعناش ان ارض الحكومه، بس كانوا علنونا ولا يلقحونا يرمينا في الشوارع، حتى نروح فين ونعدي السكر بره عنك، والكبد بتاعي تعبان وعيالي بيجروا عليا وانا ارزوقي في الشارع،
يعني اولادي ارزقوني يعني احنا ولا 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 عندنا عماره ولا عندنا حاجه. ده هي حته عيش قاعدين فيها وده لنا طحينه هاي ولعنا كمان فيه. وبعد ما تخلص صور المكان اللي كنا قاعدين فيه هناكم. طب حضرتك يا حاجه كان في تراخيص او اي حاجه كنتوا عاملينها او لا يا ابويا كده عشان اني البيت ده الارض دي كان ابويا زارع فيها وجدي زارع فيها ارضكم يعني ارضنا احنا طلعنا لقينا هم بيزرعوا هنا في الارض دي فوضات نيل ملهاش ورق. انا عندي 59 مواليد 55 يعني انا هنا في هنا ابويا واهلي هنا في المنطقه دي وانا جوزت ورجعت عليهم هنا بعيالي وجيت قعدت هنا استقرت معاهم. ولا عندنا عماير ولا عندنا يا اخويا عماير ولا حاجه. ده عيش هي راقده فيها النار هي شغاله يعني زي العماير اللي بره اللي هم هدوها دي. دي ناس بتبيع وراكها وبتبيع الحاجات. يعني انا اعمل ايه دلوقتي؟ ان كان العدل بتاع ربنا هو اللي يشرع بينا احنا استعوضنا ربنا وعدنا سلمنا امرنا لله قام قايمة علينا سلمنا امرنا لله. جايبين امن مركزي والدوله والجيش ايه ده كله ده وقعوا يعني وقعوا في ايه كل ده والدراميل بقى والقنابل اللي عمالين يضربوا الاطفال من ذل الدموع. معايا ست اطفال والله معايا بنت مولوده وبقى لها 7 ايام ما بنت ابني خدتها كده على كتفي وقلت له يا اخويا دي لسه جايه هاي دي لسه جايه هاي حرام عليك خليها تسبح. قال لي لو دخلتي هطبقوا عليك وطفله طفله اللي جايباها من المستشفى وجايه وشلتها في حضني كده وديتها له. قال لي ان دخلتي بها هطبقها عليك. ينفع كده؟ ينفع عدل ربنا دي؟ ده احنا غلاب ده احنا مساكين ده احنا ملناش متوى. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل بتشحططنا وبهدلتنا والهم اللي احنا شاربينه دي.